بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خواتاتي العزازات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم جينا من جديد عند نادية لازاري اوت موديل ام بدر. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك اختي فاطمه، نهار كبير هذا. مرحبا بالمتتبعات ديالك. طولنا ولكن الله يلا مع الخدمه ومع تبارك الله، راه مع الكوموند ومع هذه شويه، راه حنا مقصرين كاع في المحل، راني مقصره بزاف ولكن الحمد لله. ولكن اليوم جينا بواحد المفاجاه البنات، مفاجاه زوينه غادي تعجبكم ان شاء الله، ديال هاد العواشر ديال باد ديال رمضان الكريم ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا، الثمن اللي ما كاينش ما دايرش وجده. قولي لنا انت المفاجاه. البنات، هذا الموديل هذا يعني خدمنا فيه العام اللي فات، يعني حتى هذا العام راه مازالين خدامين فيه، ولكن بغيت نعمل معاهم، بغيت نفرح خواتاتي. شتي الجلابه تمشيو فيه ما عاد تلقاوش بهذا الثمن، ابتداء ب 100 درهم، كاينه الجلابه ب 100 درهم، كاينه الجلابه ب 180 درهم، ما وصلتش حتى 200 درهم. البنات مرحبا بكم، وما كايناش الكميه، والكميه محدوده البنات. دو بياس البنات، دو بياس 250 درهم، هذه أول مرة هنايا في وجدة نادية لازاري. المهم إن شاء الله البنات، بالنسبه للجلبات ديال العيد ان شاء الله راه عندها واحد الكوليكسيون زوينه زوينه. بالنسبه للاخوات اليوم ان شاء الله راه حنا دايرين الصول جلبات اللي ديال 100 درهم 180 درهم، غادي تبرعوا البنات، وغادي كاينين اللي طاي، كاينين اللي كولور، داكشي فن فن فن. بقاو معنا للاخر باش تشوفوا كاع الموديلات، وكاين ان شاء الله واحد الكوليكسيون زوينه ديال العيد. بغيتكم ان شاء الله تشجعونا في هذا الفيديو، طلعوا لنا بزاف لايكات ولي كومونتير زوينه ديالكم، باش ان شاء الله غادي نحطوا لكم واحد الكوليكسيون اللي واعره، خياطه زينه، خياطه هميه. الاخوات اللي بغيو خياطه ديال جلابه اللي زعما طال العين، وكذلك هذا العيد ان شاء الله نبغيو نلبسوا جلابه زوينه. ايوا ان شاء الله هذا تفكسنا ناديه شي حاجه طوب البنات، بثمن مناسب وشي حاجه ما دايراش. الا قالت لكم طوب راه طوب، انتظرونا ان شاء الله. وزيد زيد اختي فاطمه حاجه اخرى مفاجاه اكثر، راه كاين شي حوايج جينا من الامارات، شي عبايات الامارات، شي حاجه بثمن مناسب اللي كيتباعوا يعني غاليا، غنجيبوا لكم الثمن مناسب. العباءات البنات ديال الصبحيه ديال العيد، فركسي ليا مع راسك معنا ديال لازاري. بدينا ان شاء الله الفيديو ديالنا ولوشو مع الموديل ديالنا. مرحبا بكم لوكاليزاسيون لاكاد فيزيت، ونبداو على بركه الله. مرحبا بكم. بالنسبه للوكاليزاسيون اخواتي، دائما كنعيط ب المحل ديال عبد الرحمن مول كران. احنا هنايا في لازاري بالقرب من سوق لازاري، هنايا كاينه واحد الساحه هكا خاويه، غادي نفوتوا في هذا الاتجاه هذا، اول درب راه انفصل المحل ديال عبد الرحمن مول كران. اول درب كما كتشوفوا معايا راه كاين هنايا المحل ديال ناديه اوت موديل. بالنسبه للرقم ديالها غادي نخليه لكم في العنوان الا بغيتوا تتواصلوا معها. الا وصلتوا حتى لهنا مثلا وما عرفتوش فين تزيدوا عندها، غادي تتواصلوا معها غير في الواتساب، وهي غتخرج عندكم ولا تصيفط البنت اللي معها. المهم بالنسبه للمحل راه باين، مرحبا بكم، وما تراطيوش هاد لوكازيون ديال هاد السولد. جينا اخواتاتي في اول موديل ان شاء الله دو بياس. هذا الموديل هذا كريب زازيا كندية. لا اختي هذا كريب برادو. قولي لي واخا اختي هذا كريب برادو، شرحي لنا شي حاجه. الكريب البنات اللي صب كاع من الصابون من الماشينه علقي على حسابي، هذو البنات كنت دايرهم 535000، يعني باش نفرح خواتاتي وباش بغيت حتى انا شحال هادي تعطلت ندير واحد جيست البنات معاكم 25000. دو بياس 25000 البنات، ما تلقاوهاش في بلاصه والله الا راه هاو ترى راني دايراها لويناتها اختي ناديه. لي كولور ديسپونبل هاو ما اختي، هذا بحال بحال جون موتار، كاين الموف، كاين الكرونه، كاين هاد الموف ثاني كرونه، كاين هاد مرتدل، هاد المرتدل، كاينين هاد فيهم اختي فاطمه بحال كاين الزواقه في الصدر وكاين الزواقه هنا في اليدين. واه فهمتك. هاد الموديل البنات راني ما شرحت لكمش، راه كاينه تحتيه شويه قصيره على الفوقيه، يعني كميه ماشي اختي فاطمه، كميه شويه محدوده، ماشي ما عنديش انا الكوتي. كاينين لي طاي اختي ناديه؟ واه فيهم لي طاي اختي تبارك الله.
البنات دخلنا للهاوس هانتوما تشوفوا جليلبات هادو. هضري لي اختي ناديه. واختي جليلبات هادو بحال اللي كنقول لكم دائما البنات كلب البرادا شي حاجه زينه يعني اللي كيخدموا. هذا هو اللي كيقولوا له المسلول. وهذا المسلول راه بزاف ديال البنات اللي يسولوني عليها. البنات ها هما هما البنات 180 درهم البنات. 180 اللي ما بغاش يلبس المسلول 180 درهم. مرحبا بكم البنات. كاين العقيدات في الصدر البنات هانتوما تشوفوا هما فيهم العقيدات. هما غادي نشوفوا لويناتها. هما اختي فاطمه اللوينات. كاين هذا البيج الكحل كاين هذا الفاخ فيهم. لا هذا موديل اخر ماشي لا هذا موديل اخر. مشينا خواتاتي لهذا الموديل عاوتاني حتى هو في هذا لاكولور هادي. قولي لي اختي. واه اختي هذا الغوز فيشيا جات جا مطرز من هنا جا مطرز من الجناب. واه طرزه طويله البنات. جا هاد الفولوغ بحال هاد هانتي بحال المبرا ولا في الفولوغ هنا شويشات العقيدات بالرابيل ديال الطرزه. القبه حتى هو هانتي مخدوم لحقوا طريقوا بشويشات. الجلابه ما كاينش فيهم الديفو البنات ولا يقولوا حتى مره هو الكل ديفو ولا لا ديفو لا والو البنات. هادو انا بغيت ندير يعني ليكيداسيون باش ندخلوا ان شاء الله نوجدوا السلعه ديال رمضان والعيد ان شاء الله. ان شاء الله اختي ديالي. عطينا اختي اللوينات ديالها ويناتهم اختي ناديه. واختي فاطمه كاينه ثاني هادو انت كتشوفي هذا كاين هاد اللون فيه في هاد الكحل في هاد الفيخو في هاد الغوص في شي حل لبست حل لبست الموديل. وكاينين هادو اختي فاطمه كاين هادو فهمتي هادو موديل واحد اخر البنات الزواق عندهم في اليدين وفي القب. والثمن هادو كاملين البنات دابا اللي كنوريكم من غير الدبياس 25. اما هادو اللي تحت ولا نسينا وما قلناش الثمن البنات هادو 180 درهم 180. ومازال نشوفوا لي بياس اللي ديال 100 درهم البنات غير بقاو معايا. الموديل الموالي اختي ناديه. واه هاد الموديل هذا البنات جات الطرزه من هنا في الصدر جا هاد الغبيل في الكم باللون ديال الطرزه البنات. وهذا هو المفاجاه ديال البنات هادو 100 درهم البنات هادو 100 درهم. فيهم هاد الموديل انا عجبو موديل اخر كاع فيهم ثلاثه ديال الموديلات تبارك الله فيك. كاين حتى في ليديدات كاينه ديك الطرزه هادي كاينه هاد الطرزه مكتوب بهذا الشكل هذا اللي نوريكم لوينات والموديلات اللي فيه. اختي ناديه. وي اختي هادو كاينين هادو 100 درهم فيهم داك الموديل فيهم هذا فيهم هذا يعني فيهم ثلاثه د الموديلات. هذا الشكل هنايا الراندا البنات هانتوما تشوفوا ها هو هادو فيهم لوينات هما البنات. حنا نوريوكم غير بياسه بياسه. بالنسبه لهذه هنايا حتى هي شكل راندا هياك ياك اختي مدخلين عليها هذاك الطريزه هكا في ليديدات. البنات غادي نوريكم اللوينات اللي راهم كاينين في 100 درهم. زيدينا زيدنا اختي زيدي اختي هادو كميه محدوده اختي ديالي. هادشي اللي كاين هما هذا الكحل الغوص بحال بنات هاد الموديل. ها هو هذا ورينا ورينا اللوينات اختي الله يسترك. ها هو الكحل الكاشيري هاد القهوي هذا الا بغيتي تلبس لنا شي وحده منهم باش يبان الموديل. واختي مرحبا. وهذاك الموديل اللي شفناه الزوج هو هذا البنات كاين فيه بلو مارين بلو غوا كاين فيه هذا واه كاين فيه هذا لو غوز هذا ياك. هادو هما لويناتهم اللي راهم باقيين. شوفوا معايا 100 درهم هذه هي الكونتيتي اللي راها كاينه اللي جات الاول تهز الاول. هذه بياسان ديال 100 درهم اللي قلت لها تلبسها لنا البنات باش هكا يجيكم باين الموديل. هذا شكل راندا فيه داك الوريضات هكا مهم حتى هو الكريب اللي زوين. هضري لنا اختي هذا البنات بحال هذا الموديل اللي دايرين 100 درهم حتى هو كيجيب هذا الرنداج هكا هاد مشرفين هكا في الكم وجات هاد الطريزه هكذا ملونه. هذا اللون خزي شويشه في القب هيا بالشويشه. اجلي لي با مفركسه البنات 100 درهم راه ما تلقاوهاش شي بلاصه اخرى. كاين هذا الموديل هذا خواتاتي حتى هو جد رائع موديل لي فن هنايا في الباط ديالو. شوفي كيفاش جات عباءه بحال عباءه بحال عباءه جات بالسلسله ديالها بداك الطريزه اللي كاينه راه ما عرفها عارف 250 درهم كنت درت فيهم الصوم 25 البنات درنا لهم واحد 10 ايام 200 درهم. هذه اول مره انا كندير هذا الثمن 180 درهم البنات ومرحبا بكم. 180 درهم البنات بالنسبه لهذه العباءه هذه اللي تبغيها هكا على حسب رمضان الكريم ان شاء الله ولا العيد. علاش لا نقدروا نلبسوهم حتى في العيد ان شاء الله. شويه بهذا اللوين هذا الشيء اللي كاين. عطينا اللوينات ديالهم اختي ناديه. هكا اختي فاطمه كاين هذا لوسيان هذا الفيغ هذا بحال البيج هذا الموطارد
صافي هذوك اللي فيهم خمسه ديال البياسات. زيدك اختي دابا بحال هذوك العباءات كاينين حتى هادو ها هما بهذا الشكل هذا حتى هو حتى هو كيبقى 180 درهم. تلبسهم كيجي واعر اختي فاطمه الثوب نازل داك الشيء اللي كاين فيهم لي طاي فيهم اللوينات. شحال باقي لك؟ هادو باقي يمكن فيهم جوج لوينات، فيهم واحد زوج ثلاثه، فيهم ثلاثه ثلاثه ديال اللوينات. مشينا خواتاتي لهذا الموديل هذا، راه عنده طريزه في القب. واه اختي هذا اختي فاطمه هذا جاتني الطريزه عنده في الكم، في الكم وفي القب وجا في القب هكا. الثوب البنات بحال اللي كنهضر جبليين كنهضروا هذا يعني الموديل كامل البنات اللي كنصوروه كنصوروه جبلي. الثوب بحال اللي كنهضروا البنات الثوب شي حاجه زينه ها هي طايح. يعني شحال نقول لك انا مفوقاش يعني ملي كنشتا راه هو في اللومبالاج، وهذا من اللومبالاج حنا جابدينه ما يتكمش ما والو. واه لويناته بالنسبه للوينات ديالو البنات هما هادو، هادو راه سلعه ديال 180 درهم. هذا رايبي اختي فاطمه، رايبي هو رايبي جميله كاين هذا رايبي كاين هذا جزء من عندك فاطمه. واه راه ماما راه كيشوفوا راه قالوا لي ملي كتكوني متيونه ديال يتلف لكم الالوان. هذا بلوروا، هذا البلوسيال، هذا الموف فيه اللوينات، هذا هي اللي فيه اللوينات. هذا كنت خديت منه تبارك الله كونتيتي كبير. هاد الباج، هاد بلوجين، ها بلوجين سمحوا لي، ها البلوجين وكاين لو نواغ. واه لو نواغ شوفوا البنات هذا الموديل ديال 25000 رحنا رجعناهم 180 درهم. ودخلوا ان شاء الله عند ناديه، راه درتنا واحد القناه في اليوتيوب ان شاء الله والانستغرام ديالها، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في اول تعليق، وغادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو من فيديوهاتها باش هكا دائما يعني بلا ما نمشيو حتى حنا نصورو نجيو نصورو عندها مره ما تخلوش على اختي. راني عارفه ولكن خصهم يدخلوا عندك اختي شي موديل. لا انا صورت فاطمه عندي اختي، انا غنوري لك هكذا ما حنتي معايا هنا. انا غنوريك، انا جايبه هاد السلعه جديده دونك انا في القناه ديالي عاوتاني غندير هاد الموديلات اللي عندي جدار غنديرهم في القناه ديالي. دونك انا من اللي غيدخلوا يعني القناه ديال ما بقاش يعني اش ما نديرش نفس الفيديو نديرو في القناه، يعني وحده عندك راني درت سولد وهذاك في القناه ديالي راني ندير ان شاء الله اختي. الله يستر للجميع، نطلبوا الله التيسير. راه كاين حتى البنات في هذه السلعه هذه راه كاين الجديد، راه حنا مدخلين تبارك الله السلعه. علاش كنديروا لك كيداسو باش نعلقوا السلعه جديده البنات ان شاء الله. مرحبا بكم. وهذوك غادي يكونوا 25 اختي عطينا نيشان الخبار اختي فاطمه ديما راه حنا كنديرو 25، هاد المره راني غنبقى بهم ديما نخلي 23، غنقص 20 راه بعد قضيه. الله يعطيك الخير اختي، الله يعطيك الخير، فرحتينا هاد العواشه. يخليك بارك الله فيك. نمشيو في الموديل اللي مور هذا البنات. مشينا خواتاتي لهذا الموديل هذا، كما كتشوفوا معايا حتى هو كريب داخل فيه جوج لوينات الرابيل ديالو في الكمام، وكاينه واحد الطريزه هنايا شكل جيب شكل جويب ها انتم تشوفوا. واختي فاطمه جا الرابيل ديال الطرزه اختي فاطمه دايرينها في العقاد ودايرين في الكل هكا في الكمام. واه في الكم اللي بغى يقلبو هكا يدير، واللي بغى يخليه كيبغي الكم مطويل. ايه راه باين واخا هكاك راه باين. واحد الدويره اختي الله يستر امرك تبارك الله عليك. وهذا فيه لوينات، فيه لوينات اختي، هادو ديال 180 180 درهم اختي. وي اختي فاطمه هادو هما اللوينات اللي كاينين، عطينا هاد اليود ما بحال المارون، هاد الفير، هاد بلوجين. المهم هانتي تما اختي فاطمه على الالوان، كاين لو فيغ كاين لو نواغ كاين لو نواغ ها لو نواغ كاين البلو جاي بحال شكل واه، وكاين الكحل ديالو كاين صافي كاين الكحل كاين هاد المزاج ديالو، كاين واحد البلو مارين ولا واش هو هذاك فين راه ها هو هادي جلا. ايه هذا موديل اخر، هذا موديل اخر، هذا فيه جوج بياسات اختي فاطمه. وريهم لنا اختي وريهم لنا تبارك الله معجب المتتبع ديالك تبارك الله كيقالوا كيلقاو يلقاو ها هذا بالجواب الجويبه ديالهم نيشان هادو فيهم داك الفوليور هكا وداك الطرزه هادو بقات فيهم اختي فاطمه جوج بياسات كتلبس عاد كتبان. واه الحاجه تتلبس. المهم خواتاتي العزازات كما قالت السيده حتى الحاجه تلبس عاد تبان. ها نتوما تشوفوا الموديل كيفاش داير، عنده الطريزه هكا في الصدر واحد العقاد في الكمام. واه جاو العقاد محتاح مفتوحين هكا وجاو في اللون ديال الطرزه. هادو حدا كلي انا اختي فاطمه هادي سدتهم عجباتها قالت لي راه ما عاد قد خلي والله شدت سدتهم. والله الا كانت محتاجيبه ما تبغاش واه ما تبغاش واه عندك صدرت زوينين البنات. ها انتم تشوفوا لبستي تحت منه شي تريكو شي بودي ولا شي حاجه اختي.
اختي ناديه 180 درهم 180 درهم لويناتهم عافاك واختي فاطمه هاهم اللوينات اللي كاين كاين هذا الفيرت هذا البوسان حس في فار سبقوا فيهم اختي 3 البياس ورينا هذو كيبان لي فيهم اختي كاين البنات ثاني هذا الموديل اختي فاطمه ملي يجيو يقلبوا لي حنا نقدر نكونوا مثلا موديل وكاين موديل اخر زوج حتى جوج ولا ثلاثه وراهم ها هما كاين هذا الموديل كل موديل تقريبا فيه 3-4 ديال اللوينات يعني غير داك مقاوله جوج ثلاثه باش يديروا لهم هذا ليكيداسيون كاين هذا الموديل هذا خواتاتي حتى هو راه فيه لوينات زوينين جاي طريزه هكا في الصدر كما راكم تشوفوا حتى في الكمام اون سيغتون جات باللون ديال اللون ديال طرز باللون ديال الثوب هذا اللوينات ديالو هذا اللوينات ديال داك الكرونه البنات كما كنا شفنا كاين فيه هذا الموف هذا وكاين المرصادل هذا الموديل اللي كنا شفناه عندنا ديال الزاوج الموديل الزاوج ما فيه لوينات لوينات زوينين هانشوفو معايا هاد لو فيغ بيستاش كيفاش داير رائع الصراحة كاين البلو بلو فيغ بيستاش وكاين الكحل بالكرونة كاين عندك واحد المرتدل تمايا بالموف هو هذا كاين هذا تاني هاد الموديل هذا تاني فاطمة هو طون سير طون كيما كتقولي هانت هادو كاع ملي كيكونو طرست منو فيهم راني جمعهم مع بعضياتهم هنا باش اللي بغا يختارهم ها كاين المارو مهم كاع هادو جديد بس زوينين الموديلات زوينين وكاين فيهم لي طيا البنات سي ناديه نفوتوا لهاد الموديل عاود مرحبا حبيبه ديالي هاد الموديل اختي فاطمه بحال اللي راه تبارك الله خدمنا فيه بقاو منهم جوج بياسات بقاو بقات هاد البياسه في هاد الخزي جات طرزه من هنا وجات طرزه هنا في فرس في النص ديال الكوب دخل فيه البرونز يمكن تما في داك السفيفه واه البرونز مطروز بالذهبي والذهبي والبرونز والعقاد دايرين الرابيل ديال الثوب فيه وفيه دبل برونز هادو قلتي لي باقي فيه جوج لوينات اللون الزوج هو هذا البنات باقي هذا جوج بياسات هما اللي بقاو 180 درهم البنات هادو موديلات اللي عندهم هكا الرابيل في الكمام البنات بالنسبه للطريزه كاينه في الصدر واختي فاطمه هذا جات الطريزه في الصدر جا داخلين فيها هاد البرونز وهاد الصفيفار هاد الغوز وهاد هاد الخضيدر هذا هما اللي دايرين به الرابيل ديال العقد الثوب بحال اللي كنهضر دائما البنات الثوب الكريب عنده هاد الرابيل اللي بغا يخليه هكا واللي بغا الكم مطلق جات عندها شوشه في القب الكريب زين البنات والثمن بحال دائما البنات 180 درهم الثمن كاع هادو اللي كنوريكم 180 درهم بالنسبه لويناتها لويناتها اختي فاطمه كاين هاد الموف باقي هاد تاع موف كلير المهم ولا غوز ولا اللي فيها جوج ديال الزيتي جوج زيتي وجوج ديال الموف باقي فيها اربعه بياس اختي هادي واخا البنات شوفوا لي عاوتاني هاد الموديل رائع رائع مهم لو جون كيجي هذا ديال كيجي زوين سبحان الله قرنتكم في القران سبحان الله كيصلوا النظر سبحان الله كيعطي واحد الكلا مزينتو هادو مطروز البنات من هنا راهو ما عارفين تبارك الله هذا خدمنا فيه تبارك الله العام اللي فات دار طوندوز جو هاد العقيدات دايرين هكذا في هاد اللوينات دايرين بحال الخزي بحال المهم واحد اللون مغلوق زين ولا الكري ولا كري والبرونز طروز من هنا ومن هنا جا الشكل ديال القب حتى هو مطروز وبالشوشه موديل اللي واعر الصراحه هادو باقيين فيه اللوينات باقي حتى شي بركه واه اي شي انا نعطي واحد الرساله كاع للبنات يجيو يتقداو جليبات ديال الصيف شوفوا راه بثمن زوين دي جوج جليبات ولا ثلاثه وتبقاي تبدلي فيهم في الصيف حنا بلا رمضان ولا هذا هادو راهم زعما الصراحه راكي دايره لهم واحد الثمن رائع اختي نادي حتى رمضان اختي الواحد يبغي يبدل داكشي اللي كاين واه نيشان 80 درهم ما هي والو يلا مشينا اختي لوينه يلا تفضلي اختي هذا البلون كاسي هذا الصفيفار باقي فيه هذا الغوز عندي واه سي فاطمه كاملين ما كاينش الكونتيتي يعني غير جوج ثلاثه جوج ثلاثه من البياسات الله يجعل البركه اللي جات الاولى تهز معنا ما نديرو لهم حنا درنا السول دي الصبحو هنا مرحبا بهم اللهم يسر كاين هذا الموديل هذا خواتاتي حتى هو روعه في مكان شوفوا معايا الترابي مدخلين عليه الكحل وعندو ليديدات محلولين وعندو هاد الطريزات هكا في الكمام اختي فاطمه هذا الموديل اصلا ماشي يعني ماشي بقات هاد البياسه هذه بغات عوا حق لي انا بغات تعمل عليها موديل ونسيتها اصلا تبارك الله كاع الكونتيتي اللي جا فيه كامل تبارك الله راه خرج هذا الموديل بقات وحده هذه اللي كاينه اختي فاطمه ما فيهاش هذه اللي بقات
هذا اللي كاين البنات 180 درهم. الا مشينا البنات عندنا هذا الموديل هذا حتى هو، هذا شكل راندا، هذا لبونت كروا، بونت كروا، واه بونت كروا هادو جات بهاد بونت كروا هكذا بهاد الموتيف كيجي زين البنات في الطرز هذا. جات عند هاد الرابيل بحال بحال العقد، والطرز مدخلين فيه هاد غوز رايبين، مدخلين فيه هاد البرونز والخضار واللون ديال العقد بلوروا 500 غوز رايبين. ما عرفتش شنو ندير شنو نسمي. هذا فيه اللوينات، هادو اللوينات ديالو، كاين هاد اللون، كاين هاد الاورونج، كاين هاد بلو جين، هاد الموف، هاد بلو جين، هاد الموطر، هاد البلو جين. واخا هذاك البلو راه كاين منه، ولكن كل زواقه بوحدها. واه بحال هذا، شو هاد اللون ديالو، واه كل واحد عنده الزواقه ديالو، اللوينات اللي فيه. هذا بالغوز، كل حاجه باش متروزه. هذا بهذا اللون بحال الماء، هذا المارون مطروز. يعني اللي عجبها هذا الموديل راه فيه لوينات، فيه لي موتيف مختلف في الكولور. تبارك الله عليك اختي ناديه، اللوينات فيه تبارك الله، فيه لوينات اختي. واه البنات عاوتاني كاين هذا الموديل هذا حتى هو بونت كروا ياك اختي. واه بونت كروا حتى هو، كاين عنده الرابل في الكمام، عنده هذا جا في هذا الياجوري، جا هذا الرابل في الياجوري ومطروز به، جا عاوتاني في العقد. والكريب بحال اللي كنقولوا دائما، الكريب برادا شي حاجه زينه البنات، ما يتقرض ما والو، الكريب شي حاجه واعره. والثمن 180 درهم البنات. هادو كاملين هاد الموديلات اللي كنوريكم البنات 180 درهم. ورينا لوينات اختي ناديه، كاينه هاد بلو جين، داك بلو سيال، هذا بلو سيال. واه معليش ما ديش قول واه وصافي، صرا اختك قول واه. ناديه راه ما مغدياش مسكينه، قولي واش فطره. يلا مشينا اختي. واحد هذاك هو اللي بلو جين ياكي، وكاين واحد بلو جين، هذا بحال ما عرفتش المهم بحال الزرق، المهم كلشي زرق. هذاك الديغرادي ديال البلو، هاد زيتي ربيعي بحال ربيعي، ولا بهاد البغضوم، هاد البغضوم خدوم. هذا هو بلو جين، هاد الموف، كاع لوينات زوينين اختي ناديه، لوينات واعرين اختي فاطمه. كاين هذا الموديل هذا حتى هو واعر، واعر البنات على شكل بحال كعريض لتحت، على شكل جلباب ولا عباءه. وشوفي لي العرض اللي كاين لتحت، وعنده كيجي مطروز هنا في الكم من هنا، والطرزه هاد الطرزه هما اللي دايرين رابين بها العقد اختي فاطمه، خادمين بها ليمون شعرات، هما ليمون شعرات. القب الثاني اختي فاطمه شوفي، موديل زين اختي، موديل زين الصراحه. هذا اختي فاطمه ما يبقاش 180، يبقى 200 درهم. هذا نديرو له 200 درهم، هذا شويه طايح علينا غالي على الاخرين. واخا 200 درهم اختي. بالنسبه لويناته، لويناته اختي اختي كاين هذا اختي، هذا الخزي، هذا الفيغ، هذا الفيغ، لا الفيغ سمح لي ماشي فيغ كانغ، هذا احد الغوز هاد الفيغ ثاني في هاد لونواغ، هاد البيج، هاد البين، وهذا بلون كاسي. تبارك الله عليك. وي اختي قلتي لي كاين موديل اخر واختي، حتى هو عريض لتحت، كاين بحال عباءته هو، ولكن هذاك جا مطرز من الكمام، هذا جا مطرز من السدر. ثلاثة البنات هاهم، ثلاثة ديال اللوينات مزيان، البيج البلو ولونواغ البنات. حتى هذا 200 درهم، حتى هذا 200 درهم اختي. تبارك الله عليك. حتى هذا البنات واحد الموديل اللي زوين بزاف، شوفوا معايا كاين طريزه في الكمام ياك اختي، خيطه جبليه، كاينه بهذا بحال كارتي، بحال بحال كارتي مخدوم، جا من هنا بالعقيدات، وجا من الكميم، ها انت كتشوف اختي الكميمات متوازين دايرين هكذا، وجا جات في الظهر، واعر واعر الصراحه، موديل اللي زوين الصراحه، جاي ملبوس، وداك الطريزه اللي في الظهر زعما الصراحه زادت واحد الجماليه للجلابه. لويناتها لوينات ها اختي، دير الموطر، غوز رايبي، هاد الموف، وهاد بلو جين، كاع لويناتهم زوينين. هادو واش 180 ولا؟ لا تا هادو اختي 180. واه 180. كاين اختي فاطمه ثاني؟ واه كاين ثاني، فيهم هذاك وفيهم هاد الشكل ثاني. كاين الموديلات بزاف البنات، والله الا تمنيتكم تجيو نتوما. نشرح لكم الفيديو بزاف البنات، كاين موديلات بزاف، كاين القنيدرات، القنيدرات البنات عندهم نفس الثمن.
ورينا القنيطرة، يبغيو يلبسوهم البنات هكا في الصبحية ديال العيد. كاين هذا الموديل هذا نادية، فيه كاين موديل ثاني كيجي هاد الطرزة، ودايرين الثوب من هنا ومن هنا ومخلفين الثوب اللي فيه هاد اللون الكحل. جات الطرزة جمعة بيناتهم، الطرزة من هنا صغار، جا لكم ثاني قسميناه من هنا بهاد الطول اللون ديال الثوب، من هنا بهاد الراب اللي مدخلين في الكحل. تم الظهر هكاك اختي والقب. والثمن حدا دائما البنات، الثمن 180 درهم. غادي تورينا الوينات اختي؟ كاين هذا اللون هذا بغوص في الكحل، اخضر في الخضر. وهذا بالكحل، هذا بالكحل، هذا باللون الرابيل ديال الثوب بالخزي مع الفيغ. هذا بهذا الغوص فيشيا، وهذا الغوص بيبي، هذا بلوسيان وبالكحل. وكاين البلو ولا هذاك موديل اخر؟ هذا موديل اخر. واخا لا شوفوا البنات كاينين هاد الجليلبات، هادو كشمير، هادو جايين حتى هما خياطه جبليه. مهم الطريزه ديالهم كما راكو تشوفوا، حتى هما بالجياب ديالهم ها هما كيجيو شويه قصر هكا في اللبسه، حتى هادو زوينين البنات ديال هاد الوقيته هادي. راه دايره لهم 200 درهم ناديه. شتي نادية بالنسبة للجلبات اللي كنا شفناهم؟ بالنسبة للجلبات اختي كاين هنا جوج موديلات باش نكونو عارو، اللي بالسلسلة، هادو بالسلسلة ندير لهم 150 درهم. هادو 150 درهم؟ 150 درهم اللي بالسلسلة. واخا راهم فيهم اللوينات هادوك ديال 150 درهم، شوفوا لي اللوينات اللي فيهم، هاد الكري، هاد المارون، المارون ديكرادي ديالو. وبالنسبة للوية اللي الموديل اللي لبستنا، اللي لبستنا الموديل كنظن هادو لا؟ لا ماشي هاد. هما هادو البنات، هادو كاين، هادو كاين، هادو كاين، هادو. المهم كاينين موديلات هنا بزاف البنات، اجيو اختاروا. هادو شحال قلتي لي دايره لهم؟ 200 درهم. 200 درهم واختي. بالنسبه لي كاب البنات كاينين هادو لي كاب، حتى هما كشمير، راهم كيجيو محلولين، طريزه في الصدر كما راكو تشوفوا، طريزه اللي كبيره تبارك الله ماويه، وفي اليدين حتى هو كشمير. مهم بالنسبه للوينات راهم ديسپونيبل فيهم. هاد لي كاب هادو كيجيو في اللبسه رائعه، خرجوا بهم البنات. هذا في المارون، لويناتهم راهم كاينين بزاف هاد لي كاب تبارك الله. كاين هاد اللوين هذا المارون، كاينين هادو جايين كاين بحال هذا بحال مونطو، كاب مونطو يقصر. كاين هادو، هذا باقي فيه بياسه وحده فاطمه اختي، هذا باقي فيه بياسه وحده. لا اصلا هذا فوقي فيه جوج بياسات، هذا بياسه واحد كرونا، والاخر اللي شفناه فيه الديكرادي ديال الكري. كاين هذا الموديل ثاني واخا، زيد اختي فيه اللوينات، ها هو ثاني فيه اللوينات، هذا في الكري. واه كاين اختي هذا ثاني فيه. غادي نوريكم انايا اللي لابسه لنا الموديل ان شاء الله. المهم روحوا البنات، روحوا وشوفوا نتوما بعينكم وقيسوا الحاجه، ما كتبان حتى كتقيس. ها هو الموديل اللي قلت لكم عليه البنات، هذا في الكري ها هو. المهم راه كيجي زوين تبارك الله ما شاء الله. بغيتي تدوري هنايا لاله ما شاء الله عليك. 200 درهم خاصتي. غادي نهضروا على هاد القفيطناس هانتوما تشوفوا. المهم القفيطناس اللي زوينين خفاف، عندهم هذاك الطريزه هكا في الصدر، الكمام ديالو عراض، المجديل ديالو. هادو حتى هما راه دايرات لهم 180 درهم الصبحيه ديال العيد البنات، ولا شي عراضه داكشي زوين تبارك الله، راه دايره لكم فيه تخفيض 180 درهم. كاين هاد الموفا البنات، كاين حتى هذا، ولكن الكمام ديالو شوفوا كيفاش دايرين ها هما. كاين هاد غوج بريك، ولكن هذا مجموع في ليديدات. هذا مهم كل شكيله راه بوحدو، ولكن نفس الثمن 180 درهم البنات. هذو بالنسبه للعباءات صبحيه العيد ولا رمضان الكريم ان شاء الله. شوفوا لي العباءه كيفاش دايره، عندك شي رائع رائع البنات. عندها الطريزه هنايا في السطر، في جايه داخل فيها جوج لوينات، هانتوما تشوفوا. حتى هذو راهم دايرين 180 درهم. غادي نوريكم لويناتهم، هاد العباءة هادي فيها جوج لوينات البنات،
فيها ثلاثه بهذاك اللي لبستها جون موتارد والغوز، وكاين داك اللون داك الموتارد اللي كانت لبساته من قبل. مشينا البنات هادو هنايا حتى هما قفيت ناس كما راكم تشوفوا، جايين بالسفيفه والعقاد، الخدمه ديال المعلمه البنات. هاد اللون هاكا مبهج وريضات 180، فيه جوج ديال الشكيلات، كاين هذا راه مخيطينه بالزرق ها هو، وكاين هاد الشكل هذا 180 درهم. دائما بالنسبه للعباءات اخواتاتي كاينه هذه على شكل فراشه، عندها حتى هي هذاك طريزات في الكتاف، جايين نازلين الحزام ديالها، الحزام جاك مطبوع الصراحه. لا بالحزام جا مطبوع، جاتك اللبسه واعره تبارك الله. كاين فيها اللوينات حتى هذه اختينا ديال اللوينات ديال هاد العباءه، ها هو اختي فراشه هذا البنات، كاينه هاد الكري هادي يا كري، وكاين البلو غوا، كاين الكرونه، كاين واحد لوسيان اها، كاين واحد الغوز بيبي غوز فيشيا، هو غوز فيشيا، وكاين هاد الغوز البنات حتى هي زوينه بالنسبه للاخوات اللي بغاو هاد العباءه فراشه. تقريبا بالنسبه للعباءه كاينه هذه حتى هي فراشه، فيها الطريزه في الصدر البنات، شوفوا لي هذا اللون لو غوا جاي رائع صراحه، حتى هو بالحزام ديالو الطريزه هي هذه البنات 180 درهم. بالنسبه لويناتهم كاين هذا الموف، كاين هذا الزيتي، وكاين ديك البلو غوا اللي لابسها الموديل. هادو قفطناس البنات عندهم الطريزه كما راكو تشوفوا، ها هي جايه بالبرونز، ولكن يدينها ماشي فراشه. هادو قفطناس حتى هما راه دايره لهم 180 درهم، فيهم اللوينات، كاين هاد الاحمر، كاين لو جون ديالها، كاين الكحل، وكاين هاد لو فيغ هذا ولا البلو ولا اللي بغيتو 180 درهم. بالنسبه لهاد الجلابه البنات حتى هي جلابه زوينه، هذه الخدمه ديال المعلم، فيها الطريزات هكا في الجناب والطرزه اللي كبيره، خدمه متقونه البنات، وفيها الطرزه حتى في الكمام، دخل عليها الصقلي العقاد. المهم شي حاجه زوينه البنات، كاينه في هاد البلو سيال هادي، وكاين في البلو غوا ولا هاد المهم هاد اللون هذا، هادو راه دايره لهم 300 درهم. هادي ماشي ديال الشركه البنات، هادي راه الخدمه ديال المعلم. مهم خواتاتي العزازات، رحنا درنا واحد الجوله رائعه في هاد الصود اللي دارت لنا ناديه في هاد العواشر اللي كنشكروها بزاف بزاف، قنعتي معنا الله يعطيك الخير. مرحبا اختي فاطمه، موديلات زوينين زعما، ربي يخليك. مرحبا اختي فاطمه، مرحبا المتتبعات ديالك، كنتمنى البنات نكون درت واحد التيجيست معاكم، ومرحبا بكم، وكنشكر بزاف فاطمه على المجهود ديالها. ما تنساوهاش البنات، كتستاهل يعني لي لايك ديالكم، البارطاج ديالكم، ونتمنى سيدي ربي واللي جاي احسن البنات، اللي جاي شي حاجه طوب البنات، تناو ان شاء الله اللي راه جاي احسن. وهذا لي موديل هادو راح نستغلهم ان شاء الله في هذا رمضان الكريم وفي الصيف ان شاء الله، يعني اللي تشري جلابه ولا راه ما غاديش تندم عليها، وان شاء الله غادي تجيب لنا موديلات اللي زوينين ديال العيد اللي غادي نتقداو زعما وحنايا نبانو بهم شي حاجه ان شاء الله. حنا كنخدموهم ان شاء الله بحول الله، الله يسر لنا، نتمنى نكونوا في المستوى ويعجبكم البنات. مبروك عواشركم، نتلاقاوكم ان شاء الله فيديو جديد، شجعونا البنات، خليكم ان شاء الله الى اللقاء. عاشكم مبروك البنات، شكرا بزاف، وسمحوا لنا اذا كان الفيديو طويل شويه، سمحوا لنا البنات، كاين موديلات بزاف مازال البنات، موديلات بزاف، مرحبا بكم.